أكد المرشح لتولي مهام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جاستن سبريل التزام بلاده بالعمل مع البحرين في مواجهة التهديدات الإيرانية، مشددا على أهمية توفير احتياجات البحرين الدفاعية. وقال سبريل في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن البحرين تشكل شريكا استراتيجيا، مشيرا إلى أهمية توفير احتياجات البحرين الدفاعية لصد أي عدوان خارجي، مؤكدا الالتزام بالعمل مع البحرين لضمان مواجهة التهديدات المستمرة من إيران، بما في ذلك مكافحة التدريبات والمساعدات التي تقدمها إيران للأفراد والجماعات التي تستهدف الحكومة وقوات الأمن في البحرين. وفي الشأن الاقتصادي قال سبريل إن الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين تتمتعان بالشراكة الاقتصادية القوية والتي أبرزتها اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2006، حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.7 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 180 شركة أمريكية تقوم بأعمال تجارية في البحرين. وأضاف بأن البحرين تستحق الثناء على جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر داخل حدودها من خلال تطوير آلية الإحالة الوطنية وتعزيز استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق في حالات الاتجار المحتملة واتخاذ خطوات لتعديل نظام الكفالة. وفي الشأن الثقافي قال سبريل بأن مئات الطلاب البحرينيين يأتون إلى الولايات المتحدة كل عام قاصدين الكليات والجامعات الأمريكية، ما يوفر للبحرين فهما أعمق للمجتمع الأمريكي والشعب الأمريكي، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2500 بحريني في التبادلات الثقافية والأكاديمية الرسمية على مدى عدة عقود، بما في ذلك برنامج الزائر الدولي.